الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسعدكم في الدنيا والآخرة وأن يبارك لكم في جميع أموركم، كما أسأله أن يكون معكم معينا ومؤيدا وناصرا على الخير والهدى، وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يجمع كلمتهم على الخير والحق، وأن يجعلهم متآلفين متعاونين متوادين، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورهم لكل خير، وأن يجعلهم أئمة هدى، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد، وأن يجزيهم خير الجزاء. وبعد، فهذا درس جديد من دروسنا في قراءة كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ورفع درجة فعليين وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ولعلنا نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة أحاديث كتاب الطهارة، فليتفضل قارئنا المبارك بارك الله فيه وجزاه خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: وعن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف، فأتيتها فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكانت أختي معه في 6، فقالت: كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألتها: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا؟ قالت: بأبي نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت: بأبي سمعته يقول: ليخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور، والحيض يوم العيدين، وليشهدن الخير وجماعة المسلمين ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى، فكنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها، حتى تخرج الحيض، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. قالت حفصة: قلت: الحيض. فقالت: نعم، أليس الحائض تشهد عرفة وتشهد كذا وكذا؟ حفصة بنت سيرين عالمة من علماء التابعين، وهي أخت لمحمد بن سيرين الإمام المشهور المتوفى 110 للهجرة. قالت: كنا نمنع عواتقنا، العواتق يعني النساء البالغات في السن، وكانوا يمنعونهن أن يخرجن لأداء صلاة العيد، ويطلبون منهن البقاء في بيوتهن، وذلك لأن صلاة العيد كانت تصلى في المصلى الذي يكون خارج البلد. فكان هذا فعل بعض التابعين يظنون أنه أستر للنساء. فقدمت امرأة من الصحابيات فنزلت قصر بني خلف، وهو أحد القصور في الكوفة. قالت حفصة: فأتيتها، أي ذهبت حفصة إليها، فحدثت هذه المرأة أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنها زوجة لصحابي، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. قالت: وكانت أختي معه في 6. هذه المرأة تقول عن أختها بأنها ذهبت مع زوجها في 6 غزوات. فقالت: كنا نداوي الكلمة، يعني الجرحى، فيعالجونهم، ونقوم على المرضى، يعني نلبي لهم حوائجهم. فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله،
أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ أي هل يلحقها شيء من الجناح والإثم إذا تركت الخروج إلى المصلى لوجود عذر، ألا وهو أنه ليس لديها جلباب؟ والجلباب هو الذي يعرف الآن بالعباءة الذي يستر جميع بدن المرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتلبسها صاحبتها، يعني تخرج امرأتان في عباءة واحدة وفي جلباب واحد، وتشهد الخير، يعني ما يلقى من المواعظ ومن التذكير في ذلك الموطن، ويشهدن دعوة المسلمين، فإن الإمام يدعو والناس يؤمنون على دعائه، وبالتالي ينالهم جزء من هذه الدعوات. قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية، وهي امرأة الرجل الذي غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قدمت أم عطية فسألت حفصة أم عطية عن هذا الحديث: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول في كذا وكذا؟ فقالت أم عطية: بأبي، يعني أفتيه بأبي، أفتيه من كل سوء بأبي، نعم، يعني سمعته يقول ذلك. وكانت أم عطية لا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي، ثم قالت: سمعته يقول: ليخرج العواتق، يعني النساء البالغات، وذوات الخدور. الخدر ستر يوضع في جانب البيت يتجلس فيه المرأة البكر، لا تخرج وتبقى فيه، فنسبت النساء البكر إلى هذا الاسم، أو أنه قال: لتخرج العواتق ذوات الخدور. والحيض، يعني المرأة التي عليها العادة والحيض، ليخرجن يوم العيدين، وليشهدن الخير، أي يحضرن المواعظ والتذكير الذي يلقى هناك، وجماعة المسلمين أي يكن مع جماعة المسلمين، وبالتالي يشعرن بالانتماء إلى محيطهن الإسلامي، ويشهدن دعوة المؤمنين، أي ما يدعون به في صلواتهم وفي خطبة العيدين. ويعتزل الحيض، أي يجتنب النساء اللاتي عليهن الحيض، مكان الصلاة الذي هو المصلى. قالت أم عطية: فكنا نؤمر، أي يطلب منا طلبا جازما، أن نخرج يوم العيد، يعني لصلاة العيد، حتى تخرج البكر، يعني المرأة الشابة التي لم تتزوج، من خدرها، أي من المكان الذي تستتر فيه في جانب البيت، حتى تخرج الحيض، يعني النساء اللاتي عليهن الحيض والعادة، فيكن خلف الناس، أي لا يبقين في جماعة المصليات، وإنما يبقين خلفهن، فيكبرن بتكبيرهم، لأن يعني في يوم العيد يستحب التكبير، ويدعون بدعائهم، يؤمنون على الدعاء ويدعون الله تعالى، يرجون بركة ذلك اليوم. البركة النماء والزيادة في أمور الدنيا والآخرة، فذلك اليوم يوم العيد من الأيام الفاضلة المباركة. قالت حفصة بنت سيرين: الحيض، يعني استغربت، حتى المرأة الحائض كانوا سابقا يمنعون جميع النساء حتى العواتق، فهنا أخبرت أم عطية: حتى الحيض كنا يخرجنا. فقالت أم عطية: نعم، يعني تؤمر المرأة الحائض بالخروج إلى مصلى العيد. ثم استدلت بدليل فقالت: أليس الحائض تشهد عرفة، ويكون منها حضور للموقف وسماع للخطبة ودعاء في ذلك الموطن الفاضل، وتشهد كذا وكذا، يعني من أمور الخير وأمور الطاعة.
ففي هذا الحديث من الفوائد مشروعية ذهاب النساء للصلاة في المساجد حتى صلاة العيد وصلاة الجمعة. وبهذا قال جماهير أهل العلم، وهو المشهور من مذاهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد، وعند الإمام أبي حنيفة، أن المرأة لا تخرج إلى المجامع العامة من المصليات فلا تحضر خطبة الجمعة ولا صلاة العيد. هذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة، وذلك حرصاً على تستر النساء وعدم مخالطتهم الرجال. وقول الجمهور أرجح في هذا، فهو حال الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث مشروعية أن تكون صلاة العيد خارج المدينة وخارج البنيان كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث زيارة النساء بعضهن لبعض كما زارت حفصة هذه المرأة. وفي الحديث ذهاب المرأة مع زوجها في الغزو إذا كان هناك منفعة من المرأة كإحضار الماء أو مداواة الجرحى أو القيام على المرضى ونحو ذلك. وفي الحديث أيضا فضيلة شهود المشاهد والغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كلما كان حضور الإنسان أكثر للغزوات كان مقامه أفضل. وفي هذا الحديث مشروعية التداوي، وأنه من الأعمال الصالحة التي يرغب فيها، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوي المرضى ويعالج الجرحى ويجعل النساء يفعلن ذلك. وفي الحديث جواز مزاولة المرأة للتطبيب حتى لتطبيب الرجال متى كانت متسترة. وفي الحديث من الفوائد مشروعية لبس المرأة للجلباب، بل ظاهر الحديث يدل على أن لبس الجلباب من الواجبات، والجلباب العباءة التي تغطي بها المرأة بدنها جميع بدنها، فإنه قال لتلبسها وصاحبتها من جلبابها، ولم يأذن لها بأن تخرج من بيتها للصلاة التي هي من أعظم ما يقصده الإنسان، لكونها ليس عندها جلباب حتى تستعمل جلباب أختها. وقد قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وفي الحديث من الفوائد مشروعية جلوس الإنسان لاستماع المواعظ والتذكير الذي يجعله يعود إلى الله، وأن ذلك من الخير. وفي الحديث أيضا حضور الدعوات العامة التي يرجى أن تعود بالخير والنفع على من حضرها، ولذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يحضرن صلاة العيد ليشهدن دعوة المسلمين. وفي الحديث التوثق من الخبر والتأكد منه كما فعلت حفصة لما سألت أم عطية رضي الله عنها. وفي الحديث جواز تفدية الإنسان لغيره باللفظ، بحيث يقول فداك أبي فداك أمي ونحو ذلك، خصوصا إذا كان له فضل. وفي هذا الحديث أيضا خروج النساء لمصلى العيد. وفي هذا الحديث مشروعية ملازمة الإنسان لجماعة المسلمين وعدم هروبه وشذوذه منهم. وفي هذا الحديث استحباب حضور النساء اللاتي هن في سن البكارة، وأنه لا حرج عليهن في الذهاب للمجامع العامة إذا لم يكن هناك محظور من خلوة أو تبرج
أو نحو ذلك. وفي الحديث خروج المرأة الحائض لتشهد الخير في صلاة العيدين، وفي الحديث مشروعية التكبير في وقت خطبة العيد، وأن ذلك من الأمور المستحبة، كما أن فيه أنه إذا كبر الإمام في خطبة العيد استحب لمن معه أن يكبروا. وفي الحديث دلالة على استحباب الإكثار من التكبير في خطبة العيد، وهكذا الاستحباب من الإكثار من الدعاء. وفي الحديث فضيلة يومي العيدين ومكانتهما، وفي الحديث الاستفصال والسؤال عن الجزئية التي يبقى عند الإنسان فيها تردد. ولذا سألت حفصة أم عطية فقالت لها الحيض، فقالت أم عطية نعم. وفي الحديث استعمال القياس، فإن أم عطية قاست حضور الحائض لصلاة العيد على حضورها للوقوف بعرفة. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. قولها كنا لا نعد الكدرة، الكدرة ما يخرج من فرج المرأة ولونه متكدر أي متغير، والصفرة أيضا تخرج من فرج المرأة لونها أصفر. فالكدرة والصفرة هل تعد حيضا أو لا تعد حيضا؟ هذا هو المراد بهذا الخبر. وقد ورد عند أبي داود زيادة كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الحيض شيئا، فدل هذا على أن الكدرة على أنواع. النوع الأول كدرة أو صفرة تخرج في وقت الطهر لا تتصل بالحيض، فهذه طهر باتفاق أهل العلم. النوع الثاني الكدرة والصفرة التي تكون في زمن الحيض، فهذه لها أحكام الحيض في قول جماعة أهل العلم. والثالث الكدرة اللاحقة التي تكون بعد انتهاء الحيض لكن في وقته، فالكدرة والصفرة المتصلة لها أحكام الحيض. والنوع الرابع الكدرة والصفرة التي تأتي قبل وقت الدورة عادة بالزمن اليسير، فهذه اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، والجمهور على أنها على أن الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض تعتبر حيضا. وظاهر كلام المؤلف واختيار جماعة أن الصفرة والكدرة قبل الحيض لا تعد شيئا. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. أورد المؤلف هنا حديث عائشة رضي الله عنها حيث روت عن أم حبيبة أنها استحيضت، والاستحاضة خروج دم من جرح داخلي يخرج من فرج المرأة، بينما الحيض هو استرسال دم قد انقبض في الرحم وليس جرحا. ولذا هناك فرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض، فمن جهات متعددة، منها اللون، فدم الاستحاضة دم أحمر ودم الحيض أقرب إلى السواد، ومنها في اللون، فدم الحيض منتن له رائحة كريهة. وفرق ثالث في الكثافة، فدم الحيض كثيف ودم الاستحاضة خفيف، ودم الاستحاضة دم نجس ويعتبر من نواقض الوضوء، ولكنه يعتبر صاحبه ممن حدثه دائم إذا كانت الاستحاضة مستمرة، وبالتالي يتوضأ لوقت كل صلاة. وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في أول أمره إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد تنفر،
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. قولها في الحديث السابق أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، أجرت عليها الاستحاضة هذه المدة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كيف تفعل في الاغتسال والطهر والصلاة، فأمرها أن تغتسل، يعني إذا ذهب وقت العادة والحيض وجب عليها الاغتسال، فقال هذا عرق، يعني دم الاستحاضة دم عرق وليس دم جبلة دم الحيض. فكانت أم حبيبة اجتهادا منها تغتسل لوقت كل صلاة، بينما الواجب هو الاغتسال بعد انتهاء مدة الحيض، ثم بعد ذلك تصبح تتوضأ لوقت كل صلاة. ثم روى المؤلف من حديث ابن عباس قال أمر الناس، أي طلب منهم طلبا جازما، أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أي أن يطوفوا طواف الوداع قبل سفرهم، إلا أنه رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت، يعني يسقط عنها طواف الوداع وتنفر، فالمرأة التي حاضت يسقط عنها طواف الوداع. قال طاووس وكان ابن عمر وهو من الصحابة عبد الله بن عمر يقول في أول أمره، أي كان يجتهد ويرى أن الناس أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ولم يفصل في هذا، فيشمل المرأة الحائض باعتقاد ابن عمر. ثم سمعته وكان ابن عمر يقول في أول أمره إن الحائض لا تنفر، تبقى حتى تطوف للوداع، ثم رجع عن ذلك فكان يقول بعد تنفر، يعني إذا كانت طافت طواف القدوم فإنه يسقط عنها طواف الوداع إذا كانت حائضا. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن امرأة ماتت في بطن في نفاسها، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وصليت وراءه فقام عليها وسطها. قوله أن امرأة ماتت في بطن، يعني في مرض يكون في الباطنية في نفاسها، أي في مدة النفاس بعد ولادة مولودها، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة. قال سمرة وصليت وراءه فقام عليها وسطها. ففي هذا الحديث من الفوائد مشروعية الصلاة على المرأة النفساء، وأن حيضها ونفاس المرأة لا يؤثر على الصلاة عليها. وفي الحديث من الفوائد أن الأمراض تصيب بني آدم بقدر من الله تعالى، وفي الحديث أن من صلى على صلاة الجنازة فإنه يقف من إمامه كما يقف المأموم من إمامه في صلاة النافلة. قال وصليت وراءه، معناه أن المأمومين يصلون وراءه في صلاة الجنازة. قال فقام عليها، يعني لما أراد أن يصلي عليها وقف في وسط المرأة. وفي هذا دلالة على استحباب وقوف الإمام في صلاة الجنازة عند وسط النساء. وعن عبد الله بن الشداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وكان فراشي حيال مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته وأنا إلى جانبه نائمة، إذا سجد أصابني بعض ثوبه وأنا حائض على فراشي. قوله عن عبد الله بن شداد ومن الصحابة قال سمعت خالتي ميمونة هي بنت الحارث الهلالية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت، يعني يوجد عندها ويمر عليها حالة في بعض الأيام أنها إذا كانت حائضا، ومن المعلوم أن الحائض لا تصلي وهي مفترشة بحذاء، أي بموازاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت غرفة النبي صلى الله عليه وسلم ضيقة. قالت وكان فراشي حيال، أي في الجهة التي فيها مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته، والخمرة جزء يسير على مقدار الوجه أو أزيد قليلا،
يتخذ الإنسان للصلاة عليه ليقيه حرارة الشمس. وفي مرات تصنع من قطن وفي مرات تصنع من جريد النخل. قال: سمعت خالتي أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة، أي أنها مضطجعة على الأرض بحذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكان فراشي حيال مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صادف أنه كذلك وهو يصلي على خمرته، أي على سجادته الصغيرة التي تصنع من الصوف ونحوه، وأنا إلى جانبه نائمة، فإذا سجد أصابني بعض ثوبه فأحسست وأنا حائض بذلك. ففي هذا الحديث من الفوائد أن المرأة الحائض لا تصلي ولا يجوز لها أن تصلي، وفيه استخدام الرجل لزوجته، وفيه أيضا الجماعة في صلاة الليل إذا لم يكن ذلك على ترتيب وتهيئة مسبقة. وفي الحديث جواز اعتراض المرأة أمام المصلي بأن تكون أمامه بدون حركة، وأن ذلك لا يعد من المرور بين يدي المصلي. فهذا شيء من الفوائد التي تؤخذ من هذه الأحاديث. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم الهداة المهتدين. اللهم اجعلنا أئمة في التقوى، واغفر لنا ما حصل من الزلل والمعصية والأذى برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.